أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. صدق الله العلي العظيم. النواة المركزية للأرض، مهما حاولت ومهما غيرت من الأرض فإنك لن تتمكن أن تغير النواة المركزية للأرض. لو غيرت في جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية أي شيء، تبقى الأدوات المصنعية ثابتة فيها. ربما يتمكن شخص أن يحجب نور الشمس عن أناس طيلة حياتهم، يأخذ طفلا ولد لتوه يجعله في زنزانة مغلقة بعيدة عن نور الشمس طيلة حياته لا يرى نور الشمس، ممكن، وبسبب أنه ما رأى نور الشمس قد يكون هذا الشخص ينكر وجود النور للشمس، ينكر وجود الشمس أصلا. ولكن نفس ذلك الشخص يعيش بسبب نور الشمس، إذا انقطعت أشعة الشمس عن الأرض لا يبقى موجود حي فيها حتى المنكر لنور الشمس. الحق هكذا، الحق له نور. الشخص رأى هذا النور أم كانت طبقات على عينيه لا يرى نور الحق؟ الحق له نور، الحق مثل الشمس. وتأثير الحق يبقى، بعض تأثير الحق يبقى حتى لمنكر الحق، كما أن تأثير الشمس وتأثير نور الشمس يبقى بعض التأثير حتى لمنكر نور الشمس. بعض التأثير لا، يلزم أن تتعرض لنور الشمس حتى تأخذ هذه الفوائد. بعض آثار الحق يلزم أن تذعن به حتى تستفيد منه.
ولكن بعض الآثار تكون للكل لأنه حق. الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كل شخص، هذه الفطرة مثل النواة المركزية للأرض، مثل الأدوات المصنعية في الأجهزة، مهما غطيت هذه الفطرة بأكوام من الأوساخ تبقى. غطيت نور هذه الفطرة، الفطرة لها نور، قد يكون بصيص من هذا النور يؤثر في الشخص بعد 60 سنة 70 سنة أكثر، يرى بصيصا فيهتدي. الفطرة موجودة، الفطرة لا تذهب، الفطرة بالضبط مثل الأدوات المصنعية موجودة، مثل نواة الأرض. نواة الأرض أنت أزل كل شيء في الأرض، لا تتمكن أن تزيل نواة الأرض، لا تتمكن أن تغير نواة الأرض، ليس فقط لا تزيل. الفطرة هي الحق. رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر يقول: علي مع الحق. إلى عجب المقطع الثاني: والحق مع علي. اللهم صل على محمد. والأعجب المقطع الثالث: يدور الحق حيثما دار علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. هذا حق. تتمكن أن تصنع شيئا بالفطرة، تتمكن أن تصنع شيئا بالحق؟ لا يمكن، لا يمكن. تتمكن أن تغطي بعض الشيء، ولكن الحق يبقى حقا، النور يبقى نورا. ممكن أن الشخص تكون على عيونه طبقات من الحجب لا يرى النور، ولكن النور يبقى نورا، هو ينير، هذا الشخص لا يرى. ولذا ترى رغم الحروب الثلاثة التي ذكرناها في الأسبوعين الماضيين ضد فضائل أمير المؤمنين، بصورة خاصة ضد الغدير، الحرب الأولى حرب إنكار الغدير، الحرب ولت هذه غير موجودة اليوم تقريبا، الحرب الثانية الحرب للمنع من التحدث عن الغدير، المنع من تفسير كلام النبي صلى الله عليه وآله في الغدير، من كنت مولاه فعلي مولاه، في غير الغدير. الروايات الأخرى ذكرنا في الأسبوع الماضي، المنع حتى من تفسير الآيات القرآنية التي وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى هذا منع. هذه الحرب أيضا، الحرب الثانية أيضا ولت، بقيت الحرب الثالثة ذكرناها في الأسبوع الماضي، الحرب في تحوير كلام النبي، في تغيير معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله في الغدير وغيره. رغم كل ذلك، ورغم أن وراء ذلك قدرات بل إمبراطوريات كانت ليس ليوم أو يومين، إمبراطوريات كانت لستة قرون وامتدت بعد الإمبراطوريات حكومات قوية تدعم هذا التوجه، رغم كل ذلك أولا
ترى أن فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ملأت الخافقين. ثانيا أن قضية الغدير التي حاولوا طمسها ودفنها هي أكبر قضية في تاريخ النبي، أعظم حديث في كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. أسانيد هذا الحديث أكثر من كل الأسانيد بالنسبة للأحاديث الأخرى. ثالثا ترى أن على مر الخط مئات الآلاف بل أكثر، هذا النور كان قد غطي عنهم، اهتدوا. كيف اهتدوا؟ نور يغطى عن الشخص فترة، بعد 40 سنة ينتبه، 50 سنة ينتبه، يرى بصيصا من كلمة في آية قرآنية، البصيص يراه كلمة واحدة من آية قرآنية يهتدي، من كلمة في حديث شريف يهتدي. كم 100,000، كم مليون شخص اهتدى رغم كل ذلك، لأن هذا حق، هذه فطرة تغطي الفطرة بأكوام بتلال من الأوساخ، ولكن من بين هذه الأوساخ شيء من النور يصل، خلاص فطرة هذه لا تتمكن أن تزيلها، بل لا تتمكن أن تغيرها، حتى الفطرة تبقى. وترى أيضا أنه رغم القوة الهائلة التي استخدموها إلا أنهم باستمرار ظهرت أكاذيب أعداء أمير المؤمنين، المحاولات باءت بالفشل. هذه القضية ذكرتها لكم، لا أريد أن أعيدها فقط كإشارة، قضية نزول آية إكمال الدين، قالوا أنها نزلت في يوم عرفة، كذبة افتضحت، افتضحت هذه الكذبة. في يوم عرفة الكاذب نسي أن، أصلا لا يمكن، لا أقول نسي، كل كاذب هكذا، الكاذب مهما حاول أن يصوغ الكذبة تبقى الكذبة كذبة غير واقعية، ليس فيها نور، تنكشف، اليوم ما انكشفت غدا تنكشف. قالوا أنها نزلت في عرفة حتى ينكروا أنها نزلت في الغدير، بالغدير أكمل الله عز وجل الدين، لا، مع أنه ورد هذا المعنى أنها نزلت في الغدير في رواياتهم الصحاح، الصحاح عندهم، ولكن حاول البعض أن ينكر، قال لا ما نزلت في الغدير، نزلت في يوم عرفة، غافلين عن أنه في يوم عرفة بإجماع المسلمين الحج ركن من أركان الإسلام. في يوم عرفة من السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله، في حجة الوداع، في يوم عرفة النبي صلى الله عليه وآله بعد لم يكن قد بين الحج، يقول الحج ركن من أركان الإسلام، كيف اكتمل الدين؟ الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وبعد ركن مهم من أركان الإسلام وهو الحج لم يبين بعده. يوم عرفة أول الحج، الحج بعده ما بين، كيف نزلت الآية؟ ما الذي أريد أن أقول؟ هذه مقدمات. الذي أريد أن أقول لكم شيء، قبل أن أقول هذا الشيء أنقل لكم قضية، هذه القضية لا أريد أن أنقل لكم نصها، هذه القضية وردت عندنا بأسانيد واضحة، حتى في مصادرهم هذه القضية وردت بأسانيد عديدة إلى حد التواتر. القضية إما حدثت مرة واحدة، يبدو من مصادرنا أنها حدثت في أكثر من موقف، ولكن على الأقل مرة حدثت هذه الحادثة. الحادثة أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في جمع من الناس أنشدهم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خوم قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال مولاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وكان في الجمع جمع من الصحابة،
فقام بعضهم وشهد أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، وقعد البعض وكتم الشهادة. كل من كتم الشهادة في ذلك الموقف أصيب بشيء بسبب كتمان الغدير. طبعا أسماء مذكورة، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، الأسماء توجد حساسية عند البعض، أسماء مذكورة في مصادرهم طبعا. بعضهم أصيبوا بالعمى، بعضهم أصيبوا بالبرص، بعضهم أصيبوا بالعمى والبرص، بعضهم رجع إلى التعرب بعد الهجرة. اقرأوا يعني ماذا التعرب بعد الهجرة في مصادرهم، ناهيك عن مصادرنا. في إحدى المصادر يقول قام عندما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنشدهم من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير هذا الحديث الشريف، قام 12 رجلا فشهدوا، وكتم قوم فما فنوا من الدنيا حتى عموا وبرصوا أو عموا وبرصوا. هذه القضية قضية قلت لكم لها أسانيد إلى حد التواتر. بعض المصادر مصادر كثيرة، من جملة المصادر الطبراني في المعجم الكبير، ابن حنبل في مسنده، في أسد الغابة الذهبي رواه عن ابن عقدة، تاريخ دمشق، كنز العمال، حلية الأولياء، أنساب الأشراف وغيرها. القضية قطعا حدثت، الذين كتموا قضية الغدير كلهم، كل من كان في ذلك الموقف أصيب بشيء. أحدهم أصيب بالبرص في وجهه، نزل البرص، نزل البرص حتى ورد هذا الشيء في مصادرهم أيضا، حتى وصل إلى مكان لا تغطيه العمامة، حاول ينزل العمامة، ينزل العمامة خلاص وصل إلى هنا، كيف يغطي؟ يغطي عينيه لا يتمكن. الذي أريد أن أقول، الغدير سائر سائر، كل تلك المحاولات باءت بالفشل. ذكرنا في الأسبوعين الماضيين أن النبي صلى الله عليه وآله أمر النبي واجب التنفيذ، أمر بالتبليغ، هذا جانب من الغدير. الجانب الآخر من الغدير الذي يكتم الغدير يصاب، هذا أثر تكويني للغدير، أثر تكويني لدعاء النبي صلى الله عليه وآله. ليس فقط واجب، بعض الواجبات واجبات قد لا تكون لها آثار سلبية في الدنيا، لا، الغدير ليس هكذا، الغدير تبليغه واجب وكتمانه له هذا الأثر الوارد في متواتر الروايات عندهم أيضا، يصاب بشيء. طبعا هذا أهون ما يصاب به في الدنيا، البرزخ لا تسلني عنه، القيامة لا تسلني عنها العياذ بالله، والغدير ماشي تكتم لا تكتم، كتموا أولئك توقف الغدير؟ لا، منعوا توقف الغدير؟ لا. يعني النور يظهر ولكن سواد الوجه يبقى للبعض. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا يتغير وضعه، لو أنكر كل الناس فضل أمير المؤمنين،
لو أعرض جميع الخلق عن أمير المؤمنين يتغير في أمير المؤمنين شيء؟ النور يبقى نورا. لو أنكر كل الناس الشمس، الشمس تتغير؟ لا. نور الشمس يتغير؟ لا. الناس كلهم ذهبوا إلى كهوف لكي لا يروا الشمس وأنكروا وجود الشمس، تأثير الشمس يتغير؟ لا. نور الشمس يضعف؟ لا. لا يتغير شيء، فقد سواد الوجه له. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جمع الله عز وجل فيه كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء مجموع فيه. الناس أعرضوا عنه، لا أقول الناس، أصلا كل الخلق ليس فقط الناس. لو أعرض عنه، لو، وهذا لن يحدث، الملائكة معصومة، لو أعرض عنه جميع الملائكة وجميع الجن وجميع البشر وجميع الخلائق يتغير فيه شيء؟ لا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولكن الإنسان لا يبقى مسود الوجه والعياذ بالله تعالى، كتمان الغدير فيه سواد الوجه في الدنيا. ناهيك عن البرزخ والقيامة. أقرأ لكم مقطعا من حديث شريف أو مقطعين من حديثين نبويين شريفين. المقطع الأول مقطع من خطبة النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير. حقا أقول على الأقل مرة في العمر الإنسان يخصص شيئا من الوقت لقراءة خطبة النبي صلى الله عليه وآله، مطالعة خطبة النبي صلى الله عليه وآله. لا أقول مطالعة طويلة بدقة، على الأقل مطالعة سطحية تستحق أن يطالعها الإنسان في كل سنة على الأقل في أيام الغدير. خطبة لها تأثيرها الكبير، خطبة جدا عظيمة، موقف النبي صلى الله عليه وآله هو يبين عظمة هذه الخطبة في الأجواء التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله. ذات مرة ذكرت، لا أتذكر كم نقطة، النبي صلى الله عليه وآله صنع في الغدير شيئا استثنائيا لكي لا ينسى، صنع شيئا لا يمكن أن ينسى. كان بإمكانه أن يخطب هذه الخطبة في أي مكان بطريقة عادية كما كان يخطب. النبي صلى الله عليه وآله له خطب كثيرة جدا جدا، لو كانت تحصى خطب النبي صلى الله عليه وآله كانت بالآلاف بالآلاف، لعلها أكثر. في كثير من الأيام كان للنبي صلى الله عليه وآله خطبتان، ثلاث خطب، أربع، خمس، أحيانا خمس خطب. يعني خطب النبي كثيرة جدا، عادة مختصرة كانت هذه الخطبة. لماذا أطال فيها؟ لماذا خطبها في مكان في البر، في مكان أقفر، في جو حار جدا، كان يتمكن أن يخطب في الليل. قبل الخطبة صلى بهم، صنع ما صنع النبي صلى الله عليه وآله. هذا تنبئ عن أهمية هذه الخطبة، شيء استثنائي كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله، شيء الذي صنعه النبي استثنائيا. الكلام كلام استثنائي، يستحق هذا الحديث الشريف، تستحق هذه الخطبة العظيمة أن يراجعها الإنسان في كل سنة على الأقل في العمر مرة. مقطع من الخطبة الشريفة يقول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين. هذه الكلمة لها معنى. قد تكون الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله بشر ليس بشر، المعنى يتغير طبعا، هذا أيضا معنى ثاني. بي والله بشر أو بشر، هذان معنيان وكلاهما صحيحان، ولكن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الموقف أي كلمة استخدمها أنا لا أعلم، الكلمة مثل بعض، بشر أو بشر. بي والله بشر أو بشر الأولون من النبيين والمرسلين، وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
والحجة على جميع المخلوقين من أهل السماوات والأراضين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فمن شك في ذلك فهو كافر كفر الجاهلية الأولى، والعياذ بالله تعالى. تمهيد كلام النبي، كلام نبي لا كلام سيد الأنبياء، كلام أحكم خلق الله عز وجل. إلى أن قال صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، فضلوا عليا فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى. بنا هناك قال بي، هنا قال بنا. بنا ذكر أمير المؤمنين. فضلوا عليا فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى. بنا أنزل الله الرزق وبقي الخلق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ملعون، كلام النبي صلى الله عليه وآله، ملعون ملعون، مغضوب مغضوب، من رد علي قولي هذا ولم يوافقه، العياذ بالله. إلى أن قال صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، إنه، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إنه جنب الله الذي ذكر في كتابه، فقال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الجنب الشيء القريب جدا الملصق به، هذا يسمى جنبا. أقرب شيء، أقرب خلق الله إلى الله من علي. النبي صلى الله عليه وآله إنه يقول إنه جنب الله، ثم قرأ الآية القرآنية: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا يكون الإنسان مشمولا لهذه الآية الكريمة. مقطع ثاني أقرأه وأختم حديثي بهذا المقطع، أيضا في حديث آخر مفصل عن النبي صلى الله عليه وآله، خاطب أبا ذر أمورا مهمة ذكرها لأبي ذر في مقطع من هذه الخطبة أو هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: يا أبا ذر، تلك الآثار التي وردت في الرواية المتواترة التي نقلتها لكم آثار دنيوية، القضية لها آثار أخروية؟ نعم، جدا شديدة، كل الدنيا تهون عند هذه الآثار الأخروية. يا أبا ذر، يؤتى بجاحد علي يوم القيامة، العياذ بك يا الله. جاحد علي شنو؟ يعني الذي يجحد وجود أمير المؤمنين، لا يوجد أحد من البشر يقول ما كان شخص اسمه علي بن أبي طالب، لا، جحود فضله، جحود مكانته. يؤتى بجاحد علي يوم القيامة أصم وأعمى وأبكم، يتكبكب في ظلمات القيامة، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. في القرآن الكريم يتكبكب يعني ينقلب رأسا على عقب، كما يلقى شخص من فوق الجبل، كيف ينقلب رأسا على عقب؟ هذا يقال له كبكب. يوم القيامة، يوم القيامة يؤتى بجاحد علي أصم وأعمى وأبكم، يتكبكب في ظلمات يوم في ظلمات القيامة، ينادي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وفي عنقه طوق من النار، العياذ بالله.
ولذلك الطوق 300 شعبة، على كل شعبة شيطان يتفل في وجهه الكلح من جوف قبره إلى النار. عياذ بالله تعالى، بعد لم يخرج من القبر، بمجرد أن يحيى يطوق بطوق من النار، على هذا الطوق 300 شعبة، على كل شعبة شيطان يتفل في وجه الكلح، يكون هذا الوضع الآن يدخل إلى النار. قال أبو ذر: قلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، ملأت قلبي فرحا وسرورا. وهذا الكلام لرسول الله يملأ قلب كل مؤمن فرحا وسرورا. أخذوا قسطهم في الدنيا في الحرب ضد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويأخذ البعض قسطه من الدنيا ليأخذ في الدنيا سواد الوجه، في البرزخ لا أعلم، في القيامة أيضا لا نعلم، هذا جانب من القيامة. كتمان الغدير، كتمان فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي يتمكن أن يشهد لأمير المؤمنين ولا يشهد له، الذي يتمكن أن يصنع شيئا يترك، هذا جدا خطير العياذ بالله تعالى. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، العياذ بك يا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ناشري الغدير، أن يجعلنا من ناشري فضائل أمير المؤمنين، أن يجعلنا من الساعين لنشر فضائل أمير المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين علي صلوات الله عليه طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا، اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.